وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: هل الدعاء بعد دفن الميت مقداره ربع ساعة إلى نصف ساعة من البدع، أم أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، ما يجب تحريره أولا أن الدعاء للميت مشروع ومستحب، ودل عليه دليل السنة كما صح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند أبي داود، صح العلامة الألباني في أحكام الجنائز، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. وجه الدلالة هنا أن الدعاء كان بعد دفن الميت، وكان بهذه الكلمات استغفار وسؤال بالتثبيت. ودلت السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا ثلاثا، يعني اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت. هذا هو الذي دل عليه الدليل. لا ترفع طبعا في هذا الدعاء الأيدي كما دلت الأدلة، لكن عند الزيارة للمقابر، الزيارة الخاصة، أي أنك ذاهب لزيارة والدك في المقبرة أو صديقك أو كذا، فترفع اثنين اليدين. وأيضا لا تستقبل فيها القبلة، يعني بعض الناس يتعنى أن يستقبل القبلة ويبحث فين القبلة يا ناس كذا، لا يتعنى في كل هذا. على حالك وعلى مكان وقوفك وأنت متحلق من حول القبر ادعو. وأيضا لا يكون دعاء جماعيا، لا يكون دعاء جماعيا. وقال الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة في مستهل شرح هذا الحديث، قال: حديث عثمان ما فيه تطويل، فيه الدعاء له والاستغفار، فإذا تيسر الدعاء له وقتا من الزمن 5 دقائق أو أقل أو أكثر كفى، والحمد لله بعد الدفن، يعني يكون الدعاء بعد الدفن. وأيضا هذا اختارها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. هذا ما يجب تحريره أولا. الأمر الثاني أيها الفضلاء، بالنسبة لقول عمرو رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم في صحيحه لما حضرته الوفاة، قال: وقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور وادعوا لي، فإنما كان هذا هو اجتهاد منه رضي الله عنه، كان هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن السنة ثبتت بخلاف اجتهاده. ومن القواعد الأصولية إذا اختلف نص من السنة مع نص لصحابي، أو فعل من السنة مع فعل لصحابي، أو تقرير من السنة مع تقرير لصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين، فالمقدم هو قول السنة وفعل السنة وتقرير السنة. هذا ما يجب تحريره في هذه المسألة أيها الكرام الفضلاء. وهذا هو الذي أفتى به الشيخ بن عثيمين، وأفتى به الشيخ بن باز، وأفتى به شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء، وأفتى به الشيخ صالح الفوزان، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكري، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ارحم أبي رحمة الأبرار، يا عزيز يا غفار، وأخي وأعمامي وجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك، واحفظ ولايتي بحفظك، وادفع عنها الأذى والبلاء بركنك. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في نياتنا وذرياتنا اقواتنا وقواتنا واعمالنا، واجعلها لوجهك خالصة يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك، والقلب سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.
اللهم استرنا ولا تفضحنا واجعل تحت ستر ما تحب، نسألك يا ربنا الميتة الحسنة توفنا وأنت نحن ساجدون في زمان فاضل ومكان فاضل، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك، واجعل تحت الستر ما تحب. تم تحريره ليلة الاثنين لغرة رجب لعام 41 و400 وألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.